الفرس وزنه حدود 500 كيلو، احنا ما سمعنا في اليوم فرس انكسر الحوض ماله، لو انكسر رجله لانه مش راح عليه. اذا هاي مخترقه من قبل شركات الالبان. الانسان الكالسيوم يحتاجه موجود في كل اغذيه، الخضروات مملوءه بالكالسيوم. احنا الثدييات في العالم حسبوها شافوا 5702 نوع من الثدييات موجوده، من أصغرهن الخفاش وإلى أكبرهن الحوت، كلهم يرضعون أطفالهم الحليب. لكل واحد من هاي المخلوقات فترة زمنية محدودة لتناول الحليب، بعد ذلك يفطم. الحوت عندما يأخذ الطفل يطيه حليب إلى أن يوصل المناطق الباردة اللي موجود بها الأكل يفط من الحليب. الفرس يغذي يعطي الحليب لوليده لمدة 9 أشهر فقط. الإنسان ذكر في القرآن حولين كاملين، سنتين لازم تعطي الأم للطفل حليب. كل الحيوانات 5700 وكسور كلهم من يفطمون بعد ماكو حليب آخر. إذا تلاحظون بس البشر يستمرون يعطون حليب للطفل، يصير يعطوا حليب، يكبر يعطوا حليب، يروح مدرسة يعطوا حليب وابا. هل هذا صحيح؟ هاي يحتاج الإنسان يكون حتى يقوون عظامه. أنا أقول الفرس وزنه حدود 500 كيلو، من يقفز لذيك القفزات العالية وينزل على رجليه الرفيعة، احنا ما سمعنا في اليوم فرس انكسر الحوض ماله لانه ما شرب حليب، لو انكسر رجله لانه ما شرب حليب. اذا هاي مخترقه من قبل شركات الالبان. الانسان الكالسيوم يحتاجه موجود في كل اغذية، الخضروات مملوءه بالكالسيوم، كثير من الفواكه مملوءه بالكالسيوم، فاحنا ما نحتاج الكالسيوم بهذه الصوره اللي يتصوروها هم. تقريبا قبل سنتين مسؤولين كنديين طلبوا من المتخصصين تغذيه انه يسووا لهم يكتبوا لهم التغذية المستقبلية، كتبوا لنا برنامج غذائي حتى يمنع المشاكل. أول ما أجوا حذفوا الحليب من الأغذية الأساسية. فإذا إحنا من ناحية العقلية، لأنه كل الثدييات يقطعون الرضاعة بعد انتهاء فترة الرضاعة، نحن نقول فإذا الحليب والمنتجات اللبنية تركوها للأبقار نفسها. البقرة تجيب تريد سنة ترضع وليدها، فإحنا نظلم الأبقار. وعجيب أنا قرأت في الموضوع وايد إنساني، يقول كم تعاني البقرة عندما يأخذون طفلها من عندها ويخلون عليها جهاز مص الحليب، يعني معاناة جدا قوية، لأنه تريد ترضع ابنها، ابنها ماكو، البقرة الصغيرة ما موجود في الجهاز اللي يمتص الحليب، فأكو منعوا الحليب نتيجة الناحية الإنسانية. إحنا نقول لا، هم صحية من إنسانية.